ولتعليقه على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العميد أحمد رحال. سيادة العميد أحمد، يعني كيف تقرأ قصف النظام السوري لنقطة المراقبة التركية في محافظة إدلب؟ يعني كما تفضلتم في التقرير، عملية القصف ليست الأولى ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة. أيضا علينا أن نكون على قناعة كاملة أن ميليشيات الأسد لا تتجرأ على قصف نقطة تركية دون ضوء أخضر من موسكو أو مقاعد التحميمين. لو عدنا إلى نهاية السنة 12 وجدنا أن بشار الجعفري مندوب النظام يتحدث عن وجود تركي كقوة احتلال في سوريا. إذن الخلاف بدأ منذ قبل الاستهداف للنقاط التركية. اليوم روسيا تريد أن تطبق أجندتها في الشمال السوري، تريد الوصول إلى الطرق الدولية، تريد تسيير دوريات، تريد السيطرة على استراد اللاذقية حلب، دمشق حلب. والجيش الحر يرفض وتركيا من خلفهم تدعمهم وترفض، وبالتالي لابد من تلك التحرشات بالنقاط التركية. المستغرب حتى الآن أن تركيا ما زالت تمسك العصا من المنتصف. أنا أعتقد أن على تركيا أن يكون لديها رد حاسم على نظام الأسد، لأن هؤلاء لا يفهمون إلا بلغة القوة. اليوم الدبلوماسية لا يمكن أن تكون هي الحل أمام مقتل الضباط والجنود الأتراك. واليوم روسيا تعلنها صراحة أنها تستهدف الجميع، وأنها تريد الضغط على تركيا، أنها تريد قصف الجيش الحر، أنها تريد وصول الطرق الدولية. وأنا أعتقد أن الدبلوماسية بهذا الأسلوب ضعيف. نعم، ما الأهمية الاستراتيجية سيادة العميد أحمد؟ ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه النقطة التي استهدفتها قاذفات النظام السوري؟ أم هي رسالة للنظام التركي؟ دعني نقول أن لا استهداف محدد لنقطة شير معار أو النقطة العاشرة، إنما كل النقاط التركية الاثنتي عشر المتوزعة من الساحل حتى أرياف حما والجنوب إدلب وأرياف حلب. هذه النقاط التركية في لحظة ما كانت روسيا بحاجة إلى الجهود التركية، بحاجة إلى شد تركيا من الحضن الغربي، وبالتالي سمحت بإنشاء تلك النقاط وفق توافقات ما بين أنقرة وموسكو. اليوم تشعر موسكو بالندم لأن وصولها إلى الطرق الدولية يجب أن يتجاوز تلك النقاط، وهذا الأمر يخالف التوافقات ما بين بوتين وأردوغان وبين ما يسمى بين هلالين مناطق خفض التصعيد. وبالتالي عملية الضغط، عملية قتل الجنود، قد يفهم من خبار الروس أنها تستطيع أن توصل الأتراك إلى سحب تلك النقاط والانسحاب من الداخل السوري. لكن من يعلم حقيقة الموقف التركي، من يعلم أهمية تلك النقاط، من يعلم أهمية المنطقة للأمن القومي التركي، لو كان الروس يفهمون ذلك لعلموا أن الأتراك يقومون الآن بعملية حشد وعملية إدخال مدفعية ثقيلة وإدخال راجمات وإدخال دبابات، لأن تركيا دخلت ليس لأن تخرج بل لتثبت أقدام الجيش الحر ولتثبت الأمن القومي التركي في تلك المنطقة. نعم، هل كان ليتحرك النظام السوري بهذا القصف دون تنسيق أو موافقة من قبل روسيا؟ يعني منذ 6 سنوات النظام فقد قراره السياسي وجزء من قراره العسكري لصالح طهران. بعد دخول الروس في نهاية عام 2015 استولوا على القرار السياسي والعسكري. منذ عام تقريبا ربطت قاعة تحميمين وسط الدفاع الجوي والقواعد الجوية بقاعة تحميمين التابعة لنظام الأسد بقاعة تحميمين، بمعنى أنه لم يعد هناك قرار لنظام الأسد. هذا بشكل عام سيطر على وزارة الدفاع وسيطر على كل القوى الأرضية. في المعارك لا يمكن من نظام الأسد أن يتجرأ على قصف نقطة تركية لولا ضوء أخضر من قاعة تحميمين وعبر موسكو. إذا اليوم تتعرض له النقاط التركية هي عبارة عن أوامر روسية تنفذ بأدوات عن طريق نظام. نعم، يعني القوات التركية ردت على القصف السوري على هذه النقطة، برأيك هل هناك يعني سوف نشهد تصعيد في الأيام المقبلة بين الجانبين؟ أنا أعتقد أن ما حصل أو يحصل اليوم وبالأمس من عملية تصعيد إضافة إلى استهداف النقطة التركية، عملية تصعيد الحملة الجوية، الروس اليوم في حالة تخبط، لم يستطيعوا أن يفرضوا الحل السياسي الذي يريدون. تأملوا من استماع القدس أن يحصلوا على تخفيف عقوبات، أن يحصلوا على بعض المزايا،
مقابل إخراج إيران، أيضا فشلوا في ذلك ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي التصعيد العسكري اليوم في الشمال السوري على تركيا وعلى الجيش الحر يأتي نوع من الضغوط المتزايدة، لكن بوتين لا يستطيع الاستمرار في هذا الوضع. لديه اجتماع أستانا، وقد تركيا إذا ما انسحبت من هذا الاجتماع سوف تهد كل أو تخرب كل الإنجازات الروسية. وبالتالي بوتين يصعد اليوم عملية ضغط لكنها محدود. الغريب بالأمر، أعيد وأكرر، أن الرد التركي يجب أن يكون قاسي، أن الرد التركي يجب أن يكون يعني على مستوى الحدث. عندما يقتل ضباط من قبل الجيش التركي، عندما يقتل عناصر من الجيش التركي، يجب أن تدمر المعسكرات التي خرج منها هذا الاستهداف. وبالتالي أنا أعتقد أن تركيا قد تمارس ضبط النفس لمرحلة ما، لكن في نهاية الأمر أنا أعتقد أنها لن تسمح، لأن إهانة النقطة التركية والتعرض للنقطة التركية هو تعرض لهيبة الجيش التركي. نعم، الخبير العسكري السوري العميد أحمد رحال كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.